بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9297. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وقائد الدعاة إلى دين الله القويم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فإني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم تفدون إلى هذا المركز عندما سمعتم منادي الرحمن يدعوكم لتؤمنوا بربكم، فيزداد إيمانكم ويزداد تعلقكم بربكم سبحانه. أهلا بكم وأنتم تجتمعون على ذكر ربكم ومرضاته، وأهلا بكم وأنتم تلتفون حول الدعاة إلى الله، وأهلا بكم وأنتم تجتمعون مع بالعلماء والدعاة وأهل الخير والصلاح. أحييكم نيابة عني وعن سعادة مدير التعليم بن نماص، والذي كان له الأثر الكبير في فتح مثل هذا المركز. نحيي جميعا محاضرنا في هذه الليلة وضيفنا فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني، والذي كنا مستبشرين جميعا بمقدمه إلينا ووصوله إلينا. نشكره أن استجاب دعوتنا وتحمل المشاق والمتاع من أجل الوصول إلينا، فحياه الله وبارك الله في مقدمه. فضيلة الشيخ جاءنا ليحدثنا وجاءنا ليذكر لنا موضوعا نحن جميعا بحاجة ماسة إليه. الموضوع هو ولقد جئناكم فرادا، فنأمل من فضيلة الشيخ أن يتفضل ليحدثنا بما يفتح الله تعالى عليه مشكورا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. وفي النماص تحياتي مرتلة، غرست فيها بأشواقي رياحينا، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما خاصا وعاما، فخاصا لأرواحكم المؤمنة ولأصالتكم وطموحكم، فأنتم أبناء عمومة الأوس والخزرج، ومن يشابه أبه فما ظلم، حمية للا إله إلا الله ونصرة للا إله إلا الله. أنا وأنتم أزديون، فخرنا ليس بالتراب والطين، وإنما بنصرة محمد والدين. أنا من الأزد أنصار الرسول، ولي شفاعة الحب، إني من محبيه، دمي ودمعي مداد في مدائحه، وفيض قلبي عصفور يناجيه. أشكر أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة والمشايخ والشباب، أشكر القلوب الحية والعيون المبصرة والآذان السامعة التي أتت هنا لتجتمع لتسمع لا إله إلا الله. يوم اجتمع أهل الباطل لسماع الباطل ولسماع النغمات المزرية والكلمات الفاحشة، أتوا ليستمعون كلمات من نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشكر القائمين على مركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب الصيفي، شكر الله لهم دعوتهم واستضافتهم. نعم، عنوان المحاضرة ولقد جئتمونا فرادا. قائل هذه الكلمة الله، والمتكلم بها الله، ومنزلها الله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم،
وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم الذين هم فيكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم فيهم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول البخاري في كتاب الرقاق من الصحيح: باب ما يحذر من زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ثم قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قائل هذه الكلمات أبو الحسن علي بن أبي طالب، التلميذ البار في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، الشجاع الصادق الذي أخرجه صلى الله عليه وسلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، المجاهد القوي الذي وصلت كلماته إلى القلوب لأنه صدق مع الله. كنا يا معشر العرب، كنا قبل لا إله إلا الله نطوف بالوثن ونسجد للصنم، لا أدب لا ثقافة لا حضارة لا فنون لا رقي. فلما بعث الله فينا محمدا عليه الصلاة والسلام أذن في آذاننا بلا إله إلا الله، فتوضأنا بماء التوبة وأخذنا سيوف النصر، ففتحنا الدنيا وصلينا على ضفاف دجلة والفرات واللوار وسيبيريا والسند والهند. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع صلى الله عليه وسلم يلبس المرقع ولكنه يقود القلوب إلى الله، ويسكن بيت الطين ولكنه يبني لأمته قصورا في الجنة، ويلتحف قطعة من القماش ويلحف أمته نورا من وهج الوحي، محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، إن حقيقة الدنيا لم يعرفها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: الناس في حقيقة الدنيا صنفان، أهل التصوف الهندي المذموم، وهؤلاء أعرضوا عن الطيبات على مذهب المسيحية النصرانية، وأهل الدنيا المتوغلون في دنياهم عباد الشهوات الراقصون على الملذات، مجلة خليعة وأغنية ماجنة ودف ومزمار وطبلة وزار، لا يعرفون الدعاء ولا الاستغفار ولا الالتجاء إلى الواحد القهار. وتوسط أهل الإيمان فعرفوا معنى الحياة. ما معنى الحياة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى أن تكون عبدا لله؟ كيف تقضي يومك وليلك؟ هذه معنى رسالته عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم من أهل السير وأهل التاريخ: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليأخذ مفتاح بيت المقدس، بيت المقدس، بيت المقدس، يأخذ مفتاح عمر بن الخطاب، مفتاح بيت المقدس الذي ضيعناه يوم ضيعنا لا إله إلا الله، بيت المقدس الذي ذهب منا يوم أصبحت راياتنا إلا ما رحم ربك غير إسلامية. ونقول لعمر: رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا. ذهب عمر على ناقة معه خادم، وظن النصارى في بيت المقدس أن عمر سوف يأتي بموكب حار وبعرمرم من الحرس، فأتى عمر بثيابه القديمة في ثوبه 14 رقعة. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت والزيت أدم له، والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. خرج عمر على ناقته يركب ساعة وخادمه يركب ساعة، واقتربوا من بيت المقدس، وخرج النساء نساء النصارى وأطفال النصارى
ورجال النصارى على أسطحة المنازل وعلى سقوف البيوت ينظرون إلى عمر بن الخطاب، إلى هذا التاريخ، إلى هذا العالم، إلى هذا الرجل الذي دوخ الدنيا وهز المعمورة. كيف يأكل؟ كيف يمشي؟ ما حرسه؟ ما ثيابه؟ ما لباسه؟ وإذا بعمر أقبل على ناقة، فقال النصارى ربما هذا الرجل يبشر بعمر، وإذا هو عمر. فلما علموا أنه عمر ارتفع بكاؤهم تأثرا. يقول أحد المسلمين لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أخذت حرسا وجنودا. قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ويدخل عمر ويصلي في بيت المقدس ويفتحه بإذن الله ببردته وبعصاه وبدرته وبإخلاصه وإيمانه، لأنه عرف الله. حقيقة الدنيا لم يعرفها إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. يقول للناس، وبعض المفسرين يقول لأهل الكفر، والصحيح العموم لأنه لا مخصص. يقول الله للناس يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوما، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. في ترجمة نوح عليه السلام النبي الرسول الكريم، لما حضرته الوفاة قال له محبوه: كيف وجدت الحياة؟ عاش أكثر من 1000 سنة، منها 1000 سنة إلا 50 في الرسالة. قال: وجدت الحياة كبيت له بابان، دخلت من هذا وخرجت من ذاك. يقول أبو العتاهية للمهدي الخليفة العباسي: المهدي هذا كان يحكم 3/4 العالم الإسلامي، خليفة، كان يقف على رؤوس الوزراء البرامكة وأمثالهم ولا يلتفتون إليه من هيبته وصولجانه وسلطانه في الدنيا، لكن سلبه الذي يفرق الجماعات ويأخذ البنين والبنات ويهدم اللذات سبحانه. أخذه سبحانه، وسبب موته عند بعض المؤرخين أنه شرب ماء باردا فشرق به، فذهبوا به إلى المقبرة. فيقول أبو العتاهية: نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن، وإن عمرت ما عمر نوح، كل بطاح من الناس له يوم بطوح. الذي يبطح الرجال له يوم يبطحه الله فيه. وهذا هو مصداق قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا. وبعض المفسرين يقول سبب نزول هذه الآية أن أبا جهل يقول: يزعم محمد أن عند الله ملائكة 19 على النار، أنا أكفيكم بعشرة وأنتم اكفوني بتسعة. فيقول سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا. من الذي خرج من الدنيا بأحبابه وخلانه؟ من الذي اصطحب إخوانه وجيرانه؟ من الذي ذهب بالثياب والأحباب والأصحاب؟ لا شيء أبدا. ولذلك يقول سبحانه في سورة أخرى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا هو الصحيح. ومعنى الحياة أن تصرفها في رضوان الله وفي طاعة الله. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. وعند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وكما قال: أراد عمر أن يولي واليا على حمص، بلدا في الشام تعرفونه وتسمعون به، فاختار سعيد بن عامر الجمحي من قريش، عبد زاهد، شاب من شباب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يملك إلا عصاه وثوبه وصحفته وإبريقه، هذا الذي يملك من الدنيا. يقول أحد العلماء: لما ملكنا الدين سخر الله لنا الدنيا، فلما ملكنا الدنيا وتركنا الدين أخذت من بين أيدينا الدنيا، سلبت أراضينا وأخذت مقدساتنا، كل يوم نهب في بلادنا، لأن الرايات التي قاتلت فلسطين أو قاتلت في فلسطين قاتلت إسرائيل، كان مكتوبا على بعضها
آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا راية البعث. فكان جزاؤهم أن سحقوا ومحقوا وعادوا على أدبارهم شجبا ونكرا وتنديدا بغارتها. الله كم نددوا يوما وكم شجبوا. ولكن لما وقف الصحابة بلا إله إلا الله فتحوا الدنيا. قبل أن آتي لقصة سعيد بن عامر، يقول الذهبي في ترجمة خالد سيف الله المسلول أبو سليمان الذي كان يقرأ القرآن في الليل وفي النهار جهاد، يقول لما حضر معركة اليرموك خرج قائد الروم فقال لخالد: يا خالد ماذا جاء بكم؟ قال: جاء بنا لنهديكم إلى سبيل الله أو نفتح الدنيا بلا إله إلا الله، أو كلاما يشبه هذا. قال: أنا لا أسمع هذا الكلام. قال خالد: جاء بنا لنشرب دماءكم. لما عرف أن الأمر ما تصلح فيه المسالمة والمجاراة قال: لشرب دمائكم. قال قائد الروم: يا خالد، يزعم الناس أنكم تتوكلون على الله فلا يضركم شيئا، هذه قارورة مملوءة سما، إن كنت صادقا فاشربها. والعهدة على الذهبي، ويقول سند الرواية صحيح، وهذا لا بأس به عند أهل السنة لمن وثق بحاله. إذا كان هناك مباراة مع أهل الباطل على حد النار مع إبراهيم عليه السلام والماء مع موسى عليهما السلام جميعا، فأخذ خالد بن الوليد القارورة مملوءة سما وقال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، فلم يصبه شيء. خالد بن الوليد خاض 100 معركة ما هزمت له راية، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. بلا إله إلا الله، بالإيمان، بالصدق مع الله. أتى عمر فقال لسعيد بن عامر: اذهب أنت واليا على حمص. قال: لا أتولى الولاية، الإمرة صعبة، المنصب مغارم لا مغانم. قال: والله لتولين لي إمرة حمص، أتضعون الخلافة في عنقي وتتركونني؟ فذهب واستعان بالله. وكانت امرأته تاجرة، امرأة سعيد بن عامر قالت: يا فلان، يا سعيد، عندي مال أريد أن تبحث لنا من يتاجر لنا فيه. قال: أعرف من يتاجر لنا فيه. فأخذ مالها فتصدقه في سبيل الله. قالت: أين المال؟ قال: أعطيته من يعطينا في الدرهم 10 إلى 700 درهم، إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وخرج ووصل إلى حمص، فالتقاه أهل حمص وكان على حمار يأكل قطعة من اللحم في عظم ينهشه بيده. قالوا: رأيت الأمير في طريقك الذي أرسل عمر؟ قال: أنا الأمير. قالوا: لا تكذب علينا، أين الأمير؟ قال: والله أنا الأمير. قالوا: أمير على حمار؟ قال: نعم. فنزل عندهم، وكان عمر يطوف على أمرائه ويحاسبهم وعلى ولاته كل سنة. فلما أتى إلى أهل حمص جمعهم وأجلس الأمير أمامهم، قال: ماذا ترون في أميركم وواليكم؟ قالوا: ما ننقم عليه إلا 4 مسائل. قال عمر: ما هي؟ اللهم لا تخيب ظني فيه. قال الأولى: لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار، يعني يتأخر عن الدوام، يأتي حدود 10. قال: هذه واحدة. وعمر عنده الدرة جاهزة يخرج بها شياطين الإنس والجن من الرؤوس. قال: والثانية؟ قالوا: وله يوم في الأسبوع ما نراه ولا يرانا. قال: والثالثة؟ قالوا: ولا يخرج لنا في الليل مهما طرقنا بعد العشاء. قال: والرابعة؟ قال: يغمى عليه أحيانا إذا جلس في مجلس القضاء لفصل الخصومات. قال: أجب يا سعيد بن عامر، اللهم لا تخيب ظني فيه. قال: يا أمير المؤمنين اعفني. قال: والله لتجيبن. قال: أما قولهم إني لأخرج حتى يرتفع النهار، فأنا ليس لي خادم وامرأتي مريضة، فأصلح إفطاري وإفطار أهلي، ثم أفطر، ثم أتوضأ وأصلي 2 ركعة، ثم أخرج، يعني أنه يطبخ في البيت. قال: هذه واحدة. وانسكبت دموع عمر. والثانية؟ قال: أما قولهم لأخرج يوما في الأسبوع فليس لنا خادم وامرأتي مريضة، فأغسل ثوبي وثوبها في يوم من الأسبوع. فزاد بكاء عمر. قال: والثالثة؟ قال: وأما قولهم لأخرج في الليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي، أصلي وأذكر الله وأقرأ القرآن. قال: ولماذا يغمى عليك في مجلس القضاء؟
قال: لأني حضرت مقتل أحد المسلمين وأنا مشرك مع كفار مكة في مكة وهم يقتلونه وهو خبيب بن عدي، فسمعته يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فكلما تذكرت ذاك الموقف وأني ما نصرت أغمي علي، فارتفع صوت عمر بالبكاء. هذا مفهوم الحياة عند السلف، ولذلك ذكرهم الله وأحسن ذكرهم وأعلى شانهم، فهم أخلص الأمة قلوبا وأعمقها علما وعملا وأقلها تكلفا. يقول سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه نزلت في المترفين. ويقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لها سببان: قيل ألهاكم التكاثر تكاثركم في الأموال والأولاد حتى حملتم في زيارة إلى المقابر، لكن لا كالزيارات. نعم، يقول ابن عثيمين، هذا شاعر الملك عبد العزيز رحمه الله، شاعر مفلق رث أحد العلماء، يقول في قصيدة تسمى المبكية عند أهل العلم، يقول: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هذا الموت عجيب، فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا، وهو الذي كسر ظهور الأكاسرة وكسر آمال القياصرة الذين بغوا وطغوا فأردهم في الحافرة. يقول أحدهم: دخل على الخليفة المأمون فرأى الهيلمان ورأى الذهب ورأى الفضة، قال للمأمون: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من منازلهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا. ويذكر الذهب وابن كثير أن أبا العتاهية دخل على هارون الرشيد، وقد بنى هارون الرشيد قصرا في الرقة، قصرا جميلا بديعا، فنظر إليها أبو العتاهية، قال: هارون الرشيد أمير المؤمنين، ما رأيك يا أبا العتاهية؟ قال: شيء جميل. قال: قلت فيه شعرا؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هيه، يعني زد. قال: يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال: هيه. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى حتى أغمي عليه. والقصة عند الذهبي وابن كثير. والمقصود من هذا أن هذه أمور مسلمات عند جمهور الناس، لكن تحقيقها في الواقع صعب، وما ينقص الناس تحصيل العلوم في الأذهان، لكن ينقصهم تطبيقها في الأعيان وفي الحياة، وهذا الذي نقصنا. كيف نتعامل مع الرسالة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ أتي إليه بكنوز الدنيا فقال لا، قدم له ملك الدنيا فقال لا، ولذلك قال فيما صح عنه: مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل ضاء قال في ظل شجرة ثم قام وتركها، أو نام في ظل شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا حقيقتها أنها قصيرة وأنها لاهية وأنها تنتهي، لكن من يعرف ذلك؟ المؤمنون، عباد الله الموحدون. يقول مسلم في الصحيح: وفد شبابه على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شباب، شبابه جمع شاب، منهم ربيعة بن مالك الأسلمي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألكم حاجة؟ فطلبوا حوائجهم، منهم من طلب ثوب، ومنهم من طلب تمرا، ومنهم من طلب زبيب، إلا ربيعة بن مالك. قال: أريدك يا رسول الله بيني وبينك. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول: إن كنت مصمم على الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الصحابة عازمين على الجنة. يقول ربيعة: بل مالك بن سالم من بني مالك بن سالم الأسرة في الأنصار، يقول: يا رسول الله، يوم أحد والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المعركة في المسجد، يا رسول الله لا تمنعني من دخول الجنة، والله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام. والقصة عند ابن هشام، قال: بما تدخل الجنة؟ قال: بخصلتين، بأني يحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف، يعني يوم المعركة
إذا التقت السيوف والرماح لا أفر أبدا. فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا أعطاك الله ما تمنيت وما سألت. وبالفعل كان صادقا مع الله. حضر المعركة ورآه عليه الصلاة والسلام مقتولا شهيدا، ارتفعت روحه إلى الله، فنثر صلى الله عليه وسلم وكث التراب عن وجهه وقبله وقال: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. وعند البخاري في الجنائز باب البكاء على الميت، أتى بحديث جابر لكن ابتدأه ورحم الله البخاري قصره لأنه على شرطه، ولم يأتي بالقصة لأن القصة ليست على شرطه. والقصة أن عبد الله بن عمرو الأنصاري، هذا يسمى مكلم الله بلا ترجمان، كلم الله مباشرة بلا ترجمان. أحدنا إذا كلم سلطانا تمدح به سنة بالمكالمة، فكيف بهذا العبد الفقير أنه كلم رب العالمين مباشرة بلا ترجمان؟ هذا عبد الله بن عمرو أتت معركة أحد فاغتسل وودع أطفاله وزوجته وبناته وأتى إلى معركة أحد وكسر غمده على سيف، على ركبته غمد السيف، وهذا يسمى عند العرب خطر، والمتأخرين يسمونه خطر ممنوع الاقتراب. فلما كسر غمده على ركبته قال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، فقتل في سبيل الله، ضرب بأكثر من 80 ضربة لكن في سبيل الله. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. قال جابر: فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أسأل عن أبي. علم جابر أن أباه توفي لكن يسأل أين أبي ويبكي جابر. قال: كان الناس ينهونني والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، قلت: أين أبي يا رسول الله؟ قال: هو ذا. قال: فأخذت أبكي. قال عليه الصلاة والسلام: ابك أو لا تبك، والذي نفسي بيده يا جابر ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت، والذي نفسي بيده يا جابر لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال: تمن. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. نسأل الله رضوان الله. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يذكر أبو نعيم وأمثاله في كتب السير أن عابدا من بني إسرائيل شابت لحيته، عمره 80، بعض الناس يصل 80 وهو مخرف مطبل مغني، ما يعرف من ذكر الله ولا من القرآن ولا من الولاية ولا من العبادة ولا من الاتجاه إلى الله شيء، ويقبح بالفتاة فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. أقبح القبيح أن ترى شيخا وشيمط وهو يرتكب العظائم والقبائح وهو دائما مع اللاهين اللاغين المعرضين عن منهج الله. أقبح الناس من شابت لحيته. يقول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال: النذير الشيب. وهذه رواية عنه، النذير الشيب. يقول الإمام أحمد قبل أن آتي بقصة الإسرائيلي: قيل له: ما وصفت الشيب؟ يعني كيف تصف بالشيب الشباب الشباب؟ قال الإمام أحمد: ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط، بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا العابد الإسرائيلي وقف أمام المرأة وكان عمره 80، أصلح في 40 الأولى وخرب في 40 الثانية. بعضهم يصلح ثم تأتيه يدركه الخذلان فيخرب عمره ويشطب حياته وينتكس على رأسه والعياذ بالله. فوجد أن بعض الشباب في المجتمعات يشكو أباه، يقول: مقصر في الطاعة، الابن عمره 20 والأب عمره 70، فسبحان من هدى هذا وأضل ذاك، ومن قرب هذا وأشقى ذاك، حكمة بالغة وقدرة نافذة فما تغني النذور. قال الإسرائيلي: يا ربي أطعتك 40 ثم عصيتك 40، فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ يشاور هو. قال: فسمع هاتفا يقول: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهناك، وإذا عدت إلينا
قبلناك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن بشرى العالم أن صحونا ورجع شبابنا ورجع شيوخنا، بشرى الدنيا كل الدنيا أن شبابنا قد امتلأت بهم المساجد، وقد عافوا الغنى وعادوا إلى القرآن، وقد ملوا المقاهي والملاهي وسبحوا بحمد الواحد الباري سبحانه وتعالى. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. عاد أبناء خالد وسعد وطارق إلى الله، ووالله لا سعادة لنا إلا يوم أن نحكم الكتاب والسنة في حياتنا، في تعاملنا، في أدبنا، في سلوكنا. هذه حقيقة الحياة، ولم يعرفها إلا الصحابة رضوان الله عليهم. أما غيرهم فإنهم عرفانهم في الحياة عرفان نسبي، عرفان نسبي بقدر إيمانهم وبقدر صلاحهم وبقدر قربهم من الله عز وجل. يقول ابن المبارك وقد خرج من الحرم يريد الغزو في سبيل الله، ابن المبارك هذا عجيب، زاهد وعابد ومحدث، وأنا أتلو أخبارهم ولو كنتم تعرفون ذلك، لكن لقد كان في قصصهم عبرة، أولئك آبائي، نتلو أخبارهم على أن تكون درسا تربويا هائلا للقلوب. هذا ابن المبارك يقولون عنه خرج يحج يوما من الأيام من خراسان، هو كان في مرو، فخرج بالقافلة، فلما وصل إلى الكوفة وهو يريد بيت الله حاجة، وإذا بامرأة خرجت من الكوفة وأخذت غرابا ميتا من مزبلة، فقال لمولاه اذهب إلى هذه المرأة واسألها لماذا أخذت الغراب الميت. فذهب للمرأة قالت والله ما في بيتنا قليل ولا كثير من الطعام، والله ما نأكل منذ 3 أيام إلا ما يلقى في هذه المزبلة من الميتات. فعاد إلى ابن المبارك فأخبره فدمعت عين ابن المبارك وقال نحن نأكل اللحم والفالوذج وهم يأكلون الغربان الميتة، اصرفوا هذه القافلة جميعا بحبوبها وزبيبها ولحمها وثيابها وجمالها في أهل الكوفة وعودوا لا حج لنا هذه السنة. وعاد إلى خراسان ونام أول ليلة فرأى قائلا يقول في المنام حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. يقول ابن المبارك يقول لماذا تخرج إلى الجهاد وتترك الحرم؟ قال بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. ومن شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن قضى حياته في اللهو مات على اللهو. يقول ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي حضروا لرجل كان مطبل مغني مزمن، بعض الناس حياته تطبيل وتزمير وعرضات ورقصات ما يعرف من الذكر شيء، قالوا له قل لا إله إلا الله، هو في سكرات الموت، قال أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قالوا قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فمات عليها. ويقول ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين قالوا لرجل من التجار كان هائم بالتجارة، والتجارة ليست حرام، لكن التجارة يوم تصد عن منهج الله وعن الصلاة وعن الاستقامة وعن الخوف من الله، التجارة يوم توصل صاحبها إلى الربا والغش والخيانة والتكبر فلا حياها الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قالوا لتاجر قل لا إله إلا الله، قال 5 في 6 كم تصير؟ تصير إلى جهنم إذا لم تتق الله، أنت تصير برأسك إلى جهنم إن لم تعد وتقول لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حياة السلف كانت مع الله، وكانت أموالهم لله، وكان إنفاقهم وسعيهم وكدهم لله. صحيح كان من السلف تجار وأغنياء، لكن مالهم كان بأيديهم وأموالنا في قلوبنا. وقف عليه الصلاة والسلام على المنبر يجهز جيش تبوك، قال من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فسكت الناس. قال من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فقام عثمان بن عفان وقال أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام
اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. فلذلك دخل الجنة بتجهيز الجيش، حياة، ليس التصوف الهندي. لأن بعض الناس الآن يرى أن الدين كل الدين أن ينقطع عن الحياة وعن التجارة وعن الزراعة وعن الكسب، ويرى أن عكوفه في المسجد هي الحياة. لا، الحياة أن تكسب ولكن في رضوان الله، وتنفقها في رضوان الله وفيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: دخلت قافلة المدينة 700 جمل محملة بالحبوب والزبيب، فأتى كانت القافلة لعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، فقال لتجار المدينة: من يشتري هذه القافلة؟ قالوا: نحن تجار المدينة. قال: كم تعطونني في الدرهم؟ قالوا: نعطيك في الدرهم درهما، يعني مضاعف. قال: وجدت من زادني. قالوا: نعطيك درهمين. قال: وجدت من زادني. قالوا: ثلاثة. قال: وجدت من زادني. قالوا: لا، نحن تجار المدينة وما زادك أحد. قال: وجدت الله زادني في الدرهم 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها في سبيل الله على فقراء المدينة بزبيبها وحبها وثيابها وجمارها في سبيل الله. إنها الحياة، يوم يعرفها الإنسان فيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلها طريقا إلى الله. يا أيها الأخوة الأخيار، إن من المؤلم لقلوبنا ضياع أوقاتنا، والمسألة من قضايا الساعة في واقعنا ضياع الأوقات عند الكبار والصغار إلا من رحم ربك. نهب الأوقات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجد الإنسان صحيحا فارغا، ولكن لا ذكر ولا قرآن ولا عبادة. أنا أسأل نفسي وكثير من إخواني المقصرين من أمثالي، يذكر الذهبي وابن كثير بأسانيد صحيحة أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كان يصلي في اليوم والليلة غير الفرائض 300 ركعة. يقول: كان ورد الإمام أحمد من غير الفرائض 300 ركعة يركعها لله. كان خالد بن معدان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكروا عن الأئمة عجبا: ومن أراد أن يطالع فليقرأ سير أعلام النبلاء ليجد عبادة السلف، وليجد كيف أنهوا أعمارهم في طاعة الله وكيف تقربوا إلى الله. وضياع الأوقات معصية عصي بها الله في الأرض يوم لم يعرف قيمة الزمن. لأن وجدنا الثقافة الغربية أتت إلى الجيل وقالت: الحياة طفش وزهق، وكيف تقضي حياتك وقضي يومك؟ مثل ما يفعل دير كارنيجي وأمثاله وأمثاله، يجعلون أن اللهو هذا قضاء للحياة، وأن اللعب وأن التسلية وأن السباحة المفرطة وأن مطاردة الحمام والدجاج كلها تسلية للعبد. كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: الواحد من إمامه؟ قال: محمد. قال: ماذا تريد؟ قال: الجنة. قال: ما هي هوايتك؟ قال: الموت في سبيل الله. قالوا: أين بيتك؟ قال: المسجد. دعها فإن معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وترعى الشجر. في بعض الصحف المحلية يلقون مقابلات مع شباب في 12 والـ13، قال: ما هي هوايتك؟ قال: جمع الطوابع والمراسلة، صيد الحمام. جمع الطوابع، هذه هواية المسلم، هذه حياة من آمن بالله، والمراسلة وجمع وصيد الحمام والدجاج والأرانب، أهذه حياة من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه حياة كانت وديكارت، أذناب الشعوب، أعداء البشر، الثيران الذين فهموا كل شيء إلا الإيمان، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إذا علم هذا فإن مقصد الحياة حفظ الوقت. الأمر الثاني: تجديد التوبة دائما وأبدا. يقول ابن عباس فيما يؤثر عنه: اصبحوا تائبين وامسوا تائبين فإنكم لا تنفكون من ذنب، أو كما قال. وهذا حالنا، نروح ونغدو في الذنوب والخطايا ولكن معنا باب التوبة. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه.
ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وجد من الأجيال ومن الشباب من بلغ 40 وهو لا يعرف المسجد، ومنهم من ألغى صلاة الجماعة من حياته، ومنهم من ألغى صلاة الفجر من برنامجه اليومي. ماذا يقول في سكرات الموت؟ الأعمش سليمان بن مهران راوية الصحيحين، هذا الجهبذ العلامة شيخ الإسلام، حضرته الوفاة فبكت ابنته، قال: ابكي أو لا تبكي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 50 سنة، في الجماعة 50 سنة. وسعيد بن المسيب يقول في سكرات الموت: والله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. لكن الحياة لما فاتت عن منهج لا إله إلا الله وعن تربية الكتاب والسنة، لأن بعض المقررات الدراسية درسناها ودرسها إخواننا وزملاؤنا، كان في الرابع الابتدائي وفي الخامس درسونا طه والطبلة، بدل ما يدرسونا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، المقرر طه والطبلة، كان لطه طبلة يضرب عليها، فحفظنا هذه، فخرجت علوم باردة ما فيها تأثير ولا حرارة ولا نور. فخرج الجيل صلاة الجماعة ثانوي في حياته، وخرج الجيل من الثانوي والجامعة وهو مهمته الوظيفة والسيارة والزوجة. وهل سمعت برجل يقول الشهادة في سبيل الله؟ يقول أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد: إليك عني يا سعد بن معاذ، والذي نفسي بيده إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل. ويأتي جعفر الطيار ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مؤته، فيتناول السيف فيقاتل به فيقطعون يمينه، وتتعلق يده اليمنى بعرق أو بعصبة أو بجلدة من جلده، فيتحامل يضعها بين رجليه ويتحامل عليه حتى يقطعها، ثم يأخذ السيف باليسرى فيقطعونه، فيضم الرايح على صدره وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. من الذي صرف الناس عن المسجد؟ من الذي جعل قضايا الناس دنيا، اهتمامات جانبية؟ جدال يصل إلى السماء، الجار لا يسلم على جاره، نحن أهل بقعة وأهل قرى ومن جيرانكم نعرف ما يقع. الجار بعض الناس والله ما يسلم، من 20 سنة ما سلم على أخيه من أجل قطعة أرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، صمهم ما يعرفون المواعظ، يعني خطب الجمعة عندهم تمر مر الرياح لا يستفيد منها، لأنه قطع رحمه فأصم الله سمعه وأعمى بصره، يصبح مغلف. قطيعة الرحم هذه كادت السماء أن تشقق منها، قطيعة الرحم ذنب من أكبر الذنوب، وهو أكبر مما ابتليت به القرى والقبائل قطيعة الرحم. بل يوجد في بعض القبائل أن من دساتيرهم الطاغوتية الأرضية حرمان المرأة من ميراثها، ويعدون المرأة إذا طلبت الميراث أنها تعدت على سلوم القبائل وعلى الاحترام وعلى التقدير والمروءة ويلومونها. وبعضهم حلف على ميراث قريبته وأخته يمينا فاجرا وأخذه وسلبه. نعم، ومما يرين هنا البغضاء، حتى تجدهم يسبحون ويصلون ويحجون ويعتمرون، لكن الواحد منهم يبغض جاره أكثر من بغضه لليهود والنصارى، والله ما يبغض إسرائيل ربع ما يبغض جيرانه، ويتمنى موتهم صباح مساء. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. ما معنى افشوا السلام؟ يعني سلام، والقلب يغلي والقلب حقد وحسد، نتقلب على فرشنا ونتمنى الموت لجيراننا وقبائلنا، أين الإيمان؟ أين أثر لا إله إلا الله؟ أين أثر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول له سبحانه وتعالى يمدحه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يدخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وكفار مكة أخرجوه من داره، ضربوا بناته، قاتلوه في أكثر من 20 معركة، سلبوا عقاره، حتى الدور بقية الدور باعوها، هل ترك لنا عقيل من ربا؟ فيدخل صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلق باب الكعبة منتصرا، عنده جيش جرار 10,000 بالسيوف، ويقف أعداؤه أمامه،
فيقول: ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول: السيف بيدي وأنتم اللحم أمامي. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أصبح أخ كريم؟ نسيتم الصحائف السوداء، الذبح والسفك والهجاء؟ فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. اسمع يا تاريخ، اسمع يا دهر. فكان جزاؤه أن قام أبو سفيان أو غيره يبكي ويقول: لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أحلمك، ولا إله إلا الله ما أبرك. فقال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويروى عنه في أثر: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد الرجل الذي عرف معنى الحياة فعاشها. هذه البغضاء التي ترين علينا وعلى قلوبنا ما نفعتنا كثرة الأذكار والنوافل، ونشكو حالنا إلى الله، لا ينفع حتى نزيل الضغائن والحقد والبغضاء من قلوبنا. كان عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، جالسا مع أصحابه في المسجد، فقال: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فخرج رجل حذاءه في يده اليسرى ولحيته تتقاطر بالماء متوضئا، فصلى ركعتين. وفي اليوم الثاني أخبر به صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثالث. فذهب معه بعض الصحابة صحابي وقال: أريد أن أبيت معك هذه الليلة. فبات معه، فوجد صلاته كصلاة الناس، وعبادته كعبادة الناس، وذكره كذكر الناس. فبعد ليلتين قال: ما أردت إلا أن أرى عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك من أهل الجنة، فماذا كنت تعمل؟ قال: ما أنا بكثير صياما ولا صلاة ولا صدقة، ولكن والله ما نمت ليلة من الليالي وفي قلبي غش لأحد، أو غل على أحد، أو حقد على أحد. هي القلوب التي وعت لا إله إلا الله فأصلحت. الأعياد، عيد الفطر، نرى كثير من القرى ما يدخل بعضهم على بعض بسبب قطعة من الأرض، وبسبب مجرى ماء، وبسبب سكة أو طريق أو شجرة أو مبلغ من المال زهيد، لأن لا إله إلا الله ما تمكنت من القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الله في رسالته عليه الصلاة والسلام، يعني من أعظم إبداعاته في الرسالة ومن روعته في منهجه يوم أتى به في الأرض، تأليف القلوب، يسمى هذا فن تأليف القلوب. يقول: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول أحد المفكرين العصريين، وهو معروف صاحب تاريخ رجال من التاريخ، يقول: نحن العرب مثل قرون الثوم، إذا كشفت القرن ظهر لك قرون. الناس في القرى والقبائل والعرب عموما كل يريد الزعامة على الآخر، وكل يريد أن يكون له الحق والتقدمة. فلما أتى صلى الله عليه وسلم ما كان العرب ملك ولا رئاسة ولا إمبراطورية، كلهم فوضى. فأتى بالبسمة الحانية، بالمعانقة، بالبشاشة، بالقول اللين، حتى جمعهم. قال الله: عجيب، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يقول: كيف استطعت؟ بإذن الله، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول أبو تمام: إن يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. هذا الدين يأتي ببلال من الحبشة عبد، فيدخله الإسلام فيصبح سيدا من السادات. أبو جهل كان يعد بلال لا يسوى فلسين، كان يعد بلال مثل الدابة تماما، فلما أسلم بلال كان سيدا من السادات. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. هنيئا لبلال الجنة مولى. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، قالوا أو مدارج السالكين، قالوا لسلمان: من أبوك يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام. ومن هو إمامك؟ قال: محمد. قال: ومن هو بيتك؟ قال: المسجد. قالوا: ما هي عصاك؟ قال: التوكل. قالوا: ما هو زادك؟ قال: الزهد. قال: دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. سلمان الفارسي كان فارسي لكن رفعه الله بالتوحيد والإيمان، جلس مع أسر عربية تفتخر بالقبائل. إن من عيوبنا أن نقدس الناس بحسب أعراقهم وأنسابهم لا على حساب الدين. الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونحن نقول: أكرمنا فلان ابن فلان.
ذبح الرجال، يعني ذبح حتى يتمادح كثير من الناس في المجالس بأنه ذبح نفوسا معصومة. الله عز وجل ذكر ذنب النفس، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله في النار على وجوههم. يصح مثل هذا الألباني وغيره. وقال: ولزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. بين بعضهم يقول قتلت 10 وبعضهم قتل 20، ويخبر بدستوره الأسود في الجاهلية: ولو أنه تاب واستغفر لكان خيرا له عند الله عز وجل. قالوا لسلمان: من أبوك؟ قال: أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أبي الإسلام، أبي الدين، أنا عشت في هذا الدين وأموت لهذا الدين. وهذه حياة المؤمن التي يريد بها وجه الله عز وجل. البغضاء هذه الحالقة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفساد ذات البين من أشر ما يمكن، وهو الذي يهدم الجماعات ويشتت الأسر ويقطع البركة. ولعل من يتدبر القرآن ويسأل الله الثبات يهديه الله سواء السبيل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول ابن كثير وغيره: كان لابن الزبير مزرعة في المدينة، عبد الله بن الزبير ابن حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، وبجانب مزرعة مزرعة لمعاوية وهو خليفة في الشام في دمشق. فأتى عمال معاوية فدخلوا في مزرعة ابن الزبير، فغضب ابن الزبير، وبينه وبين معاوية حيصة بيص من قبل، لكن أتت هذه فتحة باب. فلما دخل عمال معاوية في مزرعة ابن الزبير كتب ابن الزبير رسالة حارة ساخنة لمعاوية، يقول فيها: يا ابن آكلة الأكباد، يعني هند، إما منعت عمالك من دخول مزرعتي وإلا سوف يكون لي ولك شأن. هذا راعي من الرعية، فرد، هذا ابن الزبير فرد وذاك سلطان خليفة. فأخذ معاوية وكان من أحلم الناس الرسالة وقرأها، وقال لابنه يزيد: يا يزيد، ما رأيك في هذه الرسالة؟ ما ترى الجواب؟ كيف نجاوب؟ قال: أرى أن ترسل جيشا له أوله في المدينة وآخره عندك يأتون برأسه. وكان يستطيع معاوية. قال معاوية: لا، بل خير من ذلك زكاة وأقرب رحمة. فكتب رسالة: يا ابن حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، ويا ابن ذات النطاقين، السلام عليك، أما بعد فلو كانت الدنيا بيني وبينك لهانت، إذا أتتك رسالة هذه فخذ عمالي إلى عمالك ومزرعتي إلى مزرعتك. فأتت الرسالة ابن الزبير فبكى حتى بل الرسالة بالدموع وذهب، فقبل رأس معاوية وقال: لا أعدمك الله رأيا أحلك في قريش هذا المحل. حياة السلف كانت على القرآن، ولكننا نتنازل في كل شيء إلا مع أقاربنا وأرحامنا وأصهارنا وجماعتنا. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافرين. ومن معاني الحياة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام أن حياة العبد محسوبة عليه، محسوبة عليه. وعند الترمذي بسند صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عمره فيما أبله. أين صرفت عمرك؟ الدقائق والثواني أين صرفتها؟ أين أذهبتها؟ فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله لنا ولكم الثبات، وأن يجعل حياتنا في مرضاته. أيها الناس، ومما أفنى حياتنا ونحن نعيشها مسألة ولعلها خفت: التهالك في الطرب والإسراف في اللغو واللهو واللعب على حساب الدين. بل بعضهم يحفظ من القصائد، هذه قصائد الطرب 100 قصيدة وأكثر، ولكنه لا يحفظ تبت يد أبي لهب وتب، ويعيش معها ويكرره. وأنا لا أقول تناشد الشعر حرام، فالرسول صلى الله عليه وسلم تناشد الشعر واستمع، وكان الصحابة يتناشدونه، لكن قضاء المجالس والتجمعات في طرب ولهو وغفلة وإعراض عن منهج الله إنه منذر بقسوة القلوب. وابن سفيان علام الغيوب وبكثرة الذنوب، فإن هذا علامة له واللغو واللهو. مر الحسن البصري بشباب يرقصون يوم العيد، قال: إن كنتم مقبولين فما هذا جزاء، فما هذا عمل الشاكرين، وإن كنتم مطرودين فما هذا توبة المحرومين. أو كما قال، يقول: إن كنتم قبلكم الله فلماذا لا تشكرون الله؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن كنتم مطرودين ما أعطاكم الله الجوائز هذا اليوم فلماذا ما تبكون على خطاياكم؟ فنحن وغيرنا في هذه المنطقة وغيرها أحد رجلين وأحد قبيلتين ومجتمعين،
إما مجتمع رضي الله عنه وأصلحه الله فالواجب أن نزيد من شكره سبحانه وتعالى، وإما أناس غضب الله عليهم وخذلهم فالواجب أن نبكي على خطايانا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جيراننا والبلدان التي حولنا كانت أنعم منا وأرغد وأسعد لكن كفرت عن منهج الله. كانت المرأة عندهم تخرج كالسلعة، تسام في الفنادق وفي الحوانيت وفي السهرة الحمراء. كان الخمر يباع عندهم مثل ما يباع الماء وهو لا يزال، لا قرآن لا سنة. شاعر بعض البلدان المجاورة يقول يوم مهرجانهم في بعض البلدان يقول: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي، هلا مرحبا كفرا يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويصفقون له ويحملون على الأكتاف، فأراهم الله ما هي جهنم، أيقظهم الله على أصوات الصواريخ ودكدك منازلهم بأصوات المدافع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول سيد قطب والقرآن يتحدث في سورة سبأ، قال: وينتقل بنا القرآن إلى قرية نائمة من قرى اليمن إلى سبأ. هذه قرية سبأ قرية رغيدة مثل هذه المنطقة الجنوبية، هواء طلق وماء عذب وأطيار تزغرد وحدائق غناء وبساتين وارفة، ونعمة من كل ما سألنا الله أعطانا، ونعمة الجو نعمة لا تنكر. يقول الله لبني إسرائيل: وظللنا عليهم الغمام، يمتن الله عليهم يقول جوهم طيب، درجة الحرارة عندهم معتدلة، يظللنا عليهم الغمام. يقول الله عن تلك القرية الآثمة قرية سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم جنتين آية جنتين عن يمين وشمال. أسلوب القرآن بديع، يقول بعضهم: يا ليت الناس يذوقون ما أذوق. وأظن سيد قطب يقول في سورة الرعد، يقول: ليتهم يفهمون ما أفهم من هذا الأسلوب البديع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يذكر أهل التفسير أن كل رجل من سبأ كان عنده بستانان عن يمين بيته وعن يساره، العذق الواحد ما يحمله إلا فرسان. يقولون كانت تذهب المرأة بالمقتل على رأسها فيمتلي من كثرة ما يتساقط من الثمار من الشجر. يقول سبحانه وتعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. اسمع الأسلوب: فأعرضوا، هذا إجمال ويأتي التفصيل، كان هذا هو الموجز. فأعرضوا، كيف أعرضوا؟ يقولون أدمج سبحانه وتعالى وعمم وأطلق الإعراض ولم يفسر، لأن إعراضهم أكبر من أن يتحدث عنه. أعرضوا عن طاعة الله، أعرضوا عن تحكيم شرع الله، أعرضوا عن قبول الهداية، صموا وعموا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا كفر النعم وهل نجازي إلا الكفور. وأختتم هذا المقال بقصة في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام، قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة: أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يمتحنهم وأن يبتليهم، فأرسل الله إليهم ملكا من الملائكة. فأتى الأقرع قال: ماذا تريد؟ قال: أريد شعرا جميلا فقد قذرني الناس. فسأل الله أن يمنحه شعرا جميلا فأنبت الله الشعر على رأسه. قال: ماذا تريد من المال؟ قال: الإبل. الرجل مغرم عاشق إبل، فسأل الله له فرزقه الله ناقة عشراء فولدت حتى ملأت واديا. ثم ذهب إلى الأبرص وقال: ماذا تريد؟ قال: جلدا حسنا ولونا جميلا فقد قذرني الناس. قال: اللهم رد عليه لونه وجلده، فرد الله عليه لونه وجلده. قال: ماذا تريد من المال؟ قال: البقر. قال: اللهم ارزقه بقرة. فرزقه الله بقرة حامل فوضعت فملأت واديا من الأبقار. وذهب إلى الأعمى قال: ماذا تريد؟ قال: أن يرد الله علي بصري. قال: اللهم رد عليه بصرة. فرد الله عليه بصرة. قال: ماذا تريد من المال؟ قال: الغنم. قال: اللهم ارزقه غنما. فرزقه الله شاة فولدت حتى ملأت واديا. ثم أتى في صورة مسكين الملك، امتحان من الله، عليه ثياب الرثة وفي حالة بائسة، فوقف أمام الأقرع الأول فقال: أنا رجل مسكين انقطعت بي السبل ولا معين لي إلا الله، ثم ما تعطيني هذا اليوم، أسألك
بل الذي رد عليك شعرك والذي منحك هذا المال أن تعطيني هذا اليوم. قال: المال الحقوق كثيرة والمال مالي وورثته كابرا عن كابر. قال: كأني بكنت أقرع فقير. لا، قال: لا، ما كنت أقرع ولا فقير. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصيره الله إلى ما كان. ثم ذهب إلى الأبرص فسأله، قال: لا، المال مالي ورثته أبا عن جد والحقوق كثيرة. قال: كأني بكنت أبرص وفقير. لا، قال: ما كنت أبرص ولا فقير. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصيره الله إلى ما كان. ثم ذهب إلى من كان أعمى فسأله، قال: أما أنا فقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فأغناني الله. أما اليوم فوالله لا أرزقك ولا أشكرك على شيء تركته، خذ ما أردت واترك ما أردت، المال مال الله. قال: أنا رسول الله أخبرك أن الله رضي عليك وسخط على صاحبك. وهذه شكر النعم. عباد الله، انتهت هذه المحاضرة وما بقي من وقت فللأسئلة. أسأل الله لي ولكم الثبات والاستقامة والهداية والرشد، وأسأل الله أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم وأن يهديهم سواب السبيل وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وأسأل الله لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة والعون والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.